الحفل الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عروض خيالة كلية الشرطة. تحرص كلية الشرطة على المحافظة على تراثها ودورها الريادي في الخيالة، والارتقاء وتفعيل رياضة الفروسية، والمحافظة على تدريب الطلبة والطالبات عليها لما لها من أطيب الأثر في تشكيل شخصية الطالب وإكسابه صفات الفارس بكل معانيها. من ضمن تلك المهارات هي رياضة الكلة، وهي مهارة استخدام السلاح من فوق ظهور الخيل، فهي لعبة قديمة عرفها العرب ومارسوها لإثقال مهاراتهم في ركوب الخيل. تشاهدون أمام حضراتكم من أقصى يسار المنصة مجموعة من فرسان كلية الشرطة في محاولة لأحد الفرسان لالتقاط الهدف الأرضي باستخدام السيف. وفي إطار الاهتمام بتدريب ومشاركة العنصر النسائي، نشاهد من يسار المنصة محاولة لفارسة من طالبات الكلية لالتقاط هدف أرضي باستخدام الرمح. وتتبعها فارسة أخرى في محاولة لالتقاط هدف أرضي باستخدام الرمح، وتنجح المحاولتين. نشاهد من اليسار محاولة ثلاثية في اتجاه واحد باستخدام المزراق لإصابة الأهداف. يتم الآن تصغير لوحة التنشين في محاولة من الفارس لالتقاط حلقة نصف قطرها 7 سنتيمترات من القائم ثم الهدف الأرضي. التقاط حلقة من اليد، فالهدف الأرضي. نشاهد من اليسار محاولة لالتقاط حلقتين من اليد ثم التقاط الهدف الأرضي. المطلوب من الفارس هو مجرد ملامسة الهدف، حيث تقضي قواعد تلك الرياضة أن ملامسة الهدف تعني إصابته. تتطلب رياضة الفروسية إقامة علاقة تفاهم بين الفارس والجواد، وعلى الرغم من صعوبة التحكم بالخيل عند رؤيتها للنيران، إلا أننا سنشاهد محاولة لالتقاط هدف مشتعل، وتنجح المحاولة. سنشاهد الآن من يسار المنصة محاولة لالتقاط منديل من على الأرض، وتنجح المحاولة. ويتطلب توافق بين الفارس وجواده، وثقة بالنفس، ولياقة بدنية عالية. وحيث أن فريق التقاط الأوتاد بوزارة الداخلية يشكل المكون الرئيسي لمنتخب مصر والحاصل على بطولة كأس العالم لمرتين والمراكز الفردية الأولى في البطولات الدولية وكأس مصر وبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد لهذا العام، سنشاهد الآن بياناً للعمل الجماعي المنظم في محاولات جماعية لعدد من الفرسان لالتقاط الأوتاد بصورة متتابعة. ينقض الفرسان على الأهداف الآن من اليسار: الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. جدير بالذكر أنه يتم تدريب طالبات الكلية على ركوب الخيل ومهارة التقاط الأوتاد ورياضة الكلة في تدريبات مشتركة مع زملائهن من الطلبة بميادين الخيالة العريقة بالكلية.